الأردن لم يقصر أبدا في شيء، ولا يسمح لأحد أن يقدم لنا دروس في الوطن. إحنا الله يرضى عليك. من تعهير الدولة الأردني وأنت معالي كنت استحوا عدمكم. الأردن محترم، موقف قيادته محترم، موقف شعبه محترم، موقف ناسه محترم، والسؤال يجب أن يكون محترم. الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هناك إنجازات واضحة على الشاشة، لكن بدي أحكي بشكل عام حتى نصل إلى مرحلة إنه الأجوبة على الأسئلة، لأنه هي تثري النقاش إن شاء الله. هاي السلع الأساسية اللي إحنا نتصرف بها. لما يكون عندي أنا فائض بالمنتج من الخضار، إذا بدي أمنع تصدير الخضار بدي أمنعه بالكامل، وإذا منعته بالكامل أنا لا سمح الله أضرب القطاع. تحديث المخاطر، هذا قضيه، هي قضيه مهمه جدا. احنا يعني حقيقه لا نمنح رخص تصدير قانونيا، وفي حال انه احنا منعنا قد ترفع قضايا علينا. اليوم في هجمه شرسه على القطاع الزراعي لمصدرين وتجار ومزارعين. هذه الهجمه الشرسه نتعرض لها كل عام، بحيث انه نتعرض لمنتجاتنا. السنه الماضيه تعرضنا للحمضيات، السنه اللي سبتها تعرضت لخيار، يحكوا انه حتى خيار تصور معاليك انه اذا قطفناها ونحطها بالثلاجه تصير 4 متر. النقطه صار انه احنا الموضوع عدد المصدرين، وانا مسؤول عن كلامي، لا يتجاوز 4 مصدرين، منهم مصدر اردني، وللاسف احنا بندين هذا. بغض النظر احنا بدون، لانه بدناش نقع بما وقع فيه من اخطاء بعض السنوات. ثلاثة، لا احنا ما بنذكرش اسمه، وطلع على الاعلام واعتذر ووقف. الدمار والاحتلال الغاصب الذي يواجهه اهلنا في فلسطين، هذا اولا. ومبتدا ان نتمنى ان يكون الاردن دائما بخير ومعافى ومستقر في ظل حضره صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ولي عهده الامين. نشكر لحضوركم زملائنا في الإعلام من مختلف القنوات والمؤسسات والمنصات. كما يعني قد ابتدأنا في نهاية العام الفائت والمنصرم أن يكون الوزير والمسؤول في لقاء معكم في الأسئلة الوطنية الراهنة. الأسئلة الوطنية الراهنة نحب أن نعرفها بأنها لا تتأثر بأي متغير تابع. الوطن الأردني مملكة مستقلة تعرف خياراتها وقراراتها الاستراتيجية وسياساتها، ونحن نحب أن نؤثر في الناس نحو الإيجاب ونحو المستقبل ونحو الأمل. هذا لا ينفصل بطبيعة الحال عما يجري حولنا من مشاكل وحروب وتداعيات، لكن قدرة الأردنيين وقيادتهم ووطنهم ودولتهم على النفاذ من الأزمات دائما كانت هي العنوان الأبرز في تاريخنا المعاصر. يسعدني أن أرحب بمعالي المهندس خالد حنيفات، وايضا ارحب بالضيوف الكرام من مختلف المجتمع الزراعيين والعاملين بقطاع الزراعه من نقابيين ومنتجين ومصدرين ومستثمرين، وايضا ارحب بكوادر وزاره الزراعه الاعلاميين وايضا العاملين مع الوزاره بشكل عام شركاء. ارحب ايضا بكم مره اخرى والصحفيين والاعلاميين. معالي وزير الزراعه المهندس خالد حنيفات خلال اليومين الماضيين كان لديه أيضا مقابلات عديدة، أتمنى أن نتجاوز ما سئل عنه في المقابلات الماضية أمس وأول أمس أيضا، وأن نذهب أكثر عمقا نحو القطاع. لا يمكن أن نعرف القطاع الزراعي الأردني اليوم في سؤال واحد أو أزمة واحدة أو شكل واحد مما أجاب عليه مع الوزير. ولهذا الأسئلة الماثلة هي حول الإرشاد الزراعي، التصدير، الإنتاج النوعي، العلاقة مع البحث العلمي، التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية. الإرشاد الزراعي كثير من المزارعين يشكو بعض المشاكل فيه، والوزير لديه حجة في هذا ورأي. أيضا عملية الإنتاج النوعي والاستثمار في مناطق الأغوار، ماذا حصل به، المستشفيات البيطرية، هذا كله يجب أن نجيب عليه، ويجب أن نكون واضحين بأن المجتمع الأردني يتقدم نحو الزراعة في قطاع يساهم بأكثر من 6% في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الاشتباكات الأخرى الأمامية والخلفية في الإنتاج بشكل عام مما يرفعه إلى 20%.
معالي الوزير رحب بك واتمنى ان تتفضل بالحديث لمده نصف ساعه ثم نفتح المجال للنقاش. الوطن وقائد الوطن بخير، وان شاء الله يعني اهلنا فلسطين يكونوا بالف خير ان شاء الله قريبا. وحقيقه عندما نتحدث عن القطاع الزراعي نتحدث عن قطاع مهم جدا وله دور اقتصادي كبير، سواء في فرص العمل، واخر ارقام لاداره الاحصاءات العامه بنحكي حوالي 15% من العماله في القطاع الزراعي، من الايدي العامله هي في القطاع الزراعي، سواء عماله دائمه او موسميه او وافدي. القطاع الزراعي له اثر كبير على الاقتصاد من حيث ارقام النمو، وبالرغم من انه احنا بالارقام المجرده بنحكي عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن بترابطات الاماميه والخلفيه، مدخلات الانتاج، النقل، التجاره، حتى الصناعه التحويليه، مثل زيت الزيتون، الالبان، هاي لا تعتبر في تحتسب لقطاع الزراعه، بنحكي عن 20% تقريبا من قطاع الزراعه من الاقتصاد الاردني. ومؤشر ذلك الحمد لله على انه مهم جدا انه قطاع الزراعه في النصف الاول من هذا العام كان يقود النمو الاقتصادي للاردن، يعني النمو كان 2.7%، قطاع الزراعه كان 8.2%، وهذا مؤشر ايجابي على الجهد الذي تم بذله خدمه للقطاع. وحقيقه لا ننسى الجانب المرتبط بالامن الغذائي والبعد البيئي، فالفقر والبطالة وخصوصا في الأطراف والمحافظات، ونحن نتحدث عن المناطق التي لا يوجد فيها صناعات أو خدمات أو مصادر لفرص العمل أو لتزويد الدخل. بالتالي بنتحدث عن قطاع مهم جدا. الحمد لله احنا الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هناك إنجازات واضحة على الشاشة، لكن بدي احكي بشكل عام حتى نصل إلى مرحلة الأجوبة على الأسئلة، لأنه هي تثري النقاش إن شاء الله. الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هي خطة وطنية بمعنى الكلمة تتبنتها الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك أطال الله عمره، والحكومة ومختلف الأطر والهيئات التي تمثل القطاع الزراعي. لذلك تبنتها الحكومة ورصدت لها إمكانات غير مسبوقة، لأنه بنحكي عن تمويل الرأسمالي للزراعة عام 22 وعام عام 23 وعام 24، هذا الإنفاق غير مسبوق. إحنا بنحكي عن مبالغ، بنحكي عن جهة بتنظم قطاع، مش لا تبيع ولا تشتري، وبالتالي لما نحكي عن 30 مليون دينار انفاق رأسمالي هذا إنجاز. عام 24 إن شاء الله 40 مليون دينار، هذا إنجاز حقيقي ومؤشر واضح على اهتمام بالقطاع الزراعي. نسبة الإنفاق عندنا عام 23 كانت تقريبا 96% إنفاق رأسمالي، وهذا أيضا إنجاز ودليل على ومؤشر على دور فاعل للوزارة بكوادرها وفريق العمل الزملائي، سواء في وزارة الزراعة أو في الإقراض الزراعي أو في المركز الوطني للبحوث الزراعية أو المؤسسة التعاونية. وهناك حقيقة أذرع مختلفة لوزارة الزراعة أسهمت أنه إحنا نصل إلى نسبة إنجاز لا بأس بها من الإنفاق الرأسمالي، وهذا سينعكس على المزارع وعلى القطاع الخاص وعلى أرقام النمو وعلى القطاع الزراعي. الخطة هناك محطات واضحة جدا، ليست لا مجال للمساومة فيها، لدينا رؤية واضحة جدا، وهذا ما ساعد على أن يكون لدينا جهات دولية تهتم بالخطة ونعمل على استقطاب تمويل أيضا لها. نتحدث عن إرشاد الزراعي، هناك إرشاد زراعي سيكون حقيقي إن شاء الله خلال 24، وفرنا الكوادر بالكامل، وأعتقد أنه لما نتحدث عن 550 شاغر ما بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، هذا يغلب المعادلة السابقة التي كانت بالمقلوب. يعني هاي وزارة فنية المفروض يكون كادرها 70% فني و 30% خدماتي، الحقيقة هو 70% خدماتي و 30% فني. استطعنا خلال عام 23 نرفع نسبة الفنيين والمهنيين إلى 43%، وهذا مؤشر إيجابي إنه بالاتجاه الصحيح، بحيث إنه نصل عام 24 كل حيازة زراعية تتبع لمرشد زراعي سواء حيوانية أو نباتية، وبالتالي بنعالج اختلالات التسويق، الرزنامات، النمط الزراعي، وبالتالي هذا ينعكس إن شاء الله على جدوى للمزارع. حاولنا عبر الإقراض الزراعي نوجهه لمتطلباتنا ومستهدفاتنا، ولذلك احنا بنحكي في المحفظة الإقراضية للإقراض الزراعي ارتفعت من 70 مليون 21 إلى 115 مليون دينار، وهذا رقم غير مسبوق أعتقد. الحمد لله احنا بنحكي عن خلال عامين تقريبا 160 مليون دينار تم إقراضهم للمزارعين. حاولنا نركز على القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا، توفير المياه،
بالتكنولوجيا الحديثة سواء هيدروبونيك أو أكوبونيك، التصنيع الغذائي المكنني، الإنتاج الحيواني ومحاصيل العجز، المحاصيل اللي بنستورد من الخارج نخفف من استيرادها وهذا يعني داعم للاقتصاد. التصنيع الغذائي حكينا فيه، التنمية الريفية وتمكين المرأة وهذا جانب مهم جدا، يعني احنا بنحكي عن التنمية الريفية وتمكين المرأة بثلاث مسارات، مسار مرتبط بالتدريب والتأهيل والتمكين وحوالي 10,000 متدرب ومدربة تم تدريبهم في مختلف محافظات المملكة تدريب مدفوع الأجر، إضافة إلى مسار مرتبط بالتمويل حوالي 30 مليون دينار اقراض بدون فائدة للمرأة الريفية وتمكين المرأة وأيضا لمشاريع زراعية للشباب، وايضا حوالي 10 مليون دينار منح كانت حقيقه للتنميه الريفيه خدمه للمراه في الريف والباديه والمحافظات. ثم مسار التسويق، واحنا الحمد لله عندنا المهرجاناتنا السنويه اللي اعتدنا عليها سواء مثل مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون، والان بدانا بمهرجان ازهار القطف في خلال الصيف الماضي. ان شاء الله ايضا لدينا في الفتره القادمه سيتم افتتاح معرضين دائمين للمنتجات الريفيه، المعرض الأول في عمان على الدوار السابع وكلفته تقريبا مع الأرض حوالي 11 مليون دينار، وسيكون مول ريفي للمرأة فيه إضافة إلى مطعم، إضافة إلى مستنزه للأردنيين من مختلف المحافظات، ومعرض آخر في إربد بكلفة حوالي 3 مليون دينار بتمويل من الخزينة وبتعاون مع مؤسسة إعمار إربد وبلدية إربد، وإن شاء الله من شأنه أنه يخلق سوق حقيقي للمنتج الريفي في محافظة إربد وهي مشهورة بالإنتاج الريفي. سنمتد إن شاء الله خلال الأيام القادمة أو السنوات القادمة في كافة المحافظات، سيكون هناك بازارات تعنى بالمنتج الريفي. المنتج الآن بده يذهب إلى مسارين، وهذا شيء جديد إنه إحنا الآن التصنيع والتسويق. التصنيع إحنا الحمد لله عندنا مبادرتين للتصنيع، المبادرة الأولى في المناطق الزراعية النائية التي لا يوجد فيها مدن صناعية، إحنا بنمول بناء المصنع بالكامل باستثناء خطوط الإنتاج، وبدأنا في مصنعين في الأغوار الجنوبية الحمد لله بكلفة حوالي 3,200,000 دينار، نسبة الإنجاز فيهم تقريبا 90-95%، إن شاء الله إنه بداية العام سيعمل هذه المصنعين بحوالي 7 خطوط إنتاج سواء مركزات تجفيف تفريز، وهذا الشيء على أرض الواقع. المبادرة الأخرى في المدن الصناعية، تقوم الحكومة عبر وزارة الزراعة بدفع الأجور لمدة 5 سنوات لكل مستثمر في التصنيع الغذائي، ثم لدينا فرصة للتمويل من خلال قرض بفائدة أو مرابحة 2% منخفضة لغاية 500,000 دينار للمستثمر، ثم بعد ذلك الحماية لهذا المستثمر من المنتج المستورد، وهذا اللي يعمل على الاستدامة. ليش؟ لأنه نحن نحكي عن التصنيع الغذائي مرتبط بالامتصاص الفائض من المنتجات سواء الخضار، والآن عندنا لوزيات والعنب. اثنين، تشغيل الأردنيين، خلق فرص عمل. ثلاثة، سلعة إحلالية بدل المستوردة، وهذا من شأنه أنه يوفر عملة صعبة. وأربعة أيضا الأمن الغذائي، وهذا مهم جدا إنه لو صار أي شيء في العالم من خلال سلاسل التزويد أو إشكالياتها، إحنا عندنا إنتاجنا وتصنيعنا. مثال على ذلك مثلا إحنا بنستورد حوالي 120,000 طن بطاطا مصنعة، لكن إحنا الآن بدأنا بست مصانع في الأردن مولتها وزارة الزراعة، وسنزرع 80,000 دنم ستسحب الفائض من الإنتاج الآخر كالباذنجان والخيار اللي في مشكلة في التسويق، وتشغل الأردنيين، وبالتالي وفر عملة صعبة. وبالتالي يعني احنا بنحكي ضمن المتاح والموارد المتاحة، احنا بنحاول انه نعزز اقتصادنا. فهذه هاي المبادرة انتجت اليوم الحمد لله اتفاقيات مع 15 مصنع، وان شاء الله نأمل عام 2024 يكون 10 مصانع اخرى حتى تكتمل الدورة لدينا لكافة المنتجات التي يوجد فيها اشكالية في التسويق. الجانب الآخر التسويق، حقيقة هناك إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من تقريبا 3 جهات في الأردن، وبالتالي احنا بنحاول قدر المستطاع انه احنا ننشئ إطار مؤسسي حكومي للتسويق، وهو شركة أردنية فلسطينية للسوق المنتجات الزراعية وبشراكة مع أشقائنا في فلسطين أيضا، وهي دعم لأشقائنا في فلسطين للمزارع في فلسطين على ترابه وحقوقه المائية. والحمد لله العام الماضي كان تصديرنا حوالي 2,000 طن، هذا العام إن شاء الله سنصل إلى 10,000 طن، ونأمل العام القادم أن نتوسع في هذا المجال بحيث يكون لدينا مراكز تعبئة وتدريج سواء في وادي الأردن أو في منطقة الشفا، وهذا سيعمل على نقل نوعي إن شاء الله للتسويق، وأيضا التعاون مع القطاع الخاص من لإزالة كافة العوائق أمام حركة التصدير للأسواق التقليدية للأردن. إن شاء الله أنه إحنا هذا أثمر أنه إحنا ارتفعت الصادرات حوالي 17% عام 23 عما كانت عليه عام 22.
الحصاد المائي موضوع مترابط وحقيقة بشراكة مع وزارة المياه سلطة هذه الأردن، لكن وزارة الزراعة العامين الماضيين قامت بإنشاء حوالي 115 حفيرة وسد ترابي. نأمل أن نحاول نجمع كل قطرة ماء تهطل على الأرض الأردنية، سواء بالحفائر والسدود الترابية أو بالحصاد المائي للآبار جمع المياه في المناطق السلسلة الغربية من إربد حتى البتراء. كان يعني معدل الآبار الجمع 400-500 بير، الحمد لله 22 حوالي 2500 بير، 23 حوالي 2000 بير. إن شاء الله نأمل يكون عندنا تارجت حوالي 10,000 بير جمع مياه سنوياً في كافة محافظات المملكة. وبالتالي هناك أيضا مسارات أخرى تمويلية بحيث نقدم قروض بدون فائدة للمزارع الذي يهدف إلى جمع المياه عبر الحصاد المائي. وحقيقة هذا رقم غير مسبوق، يعني نحكي عن 40% من ما تم إنشاؤه من حفائر وسدود ترابية خلال 100 عام من عمر الدولة الأردنية خلال سنتين. التحريج موضوع مهم جدا حقيقة، نحن نعمل على التحريج المستدام، ليس التحريج المرتبط بتصوير وتمضي وتخلي الشجرة زي ما هي، لا، الآن حقيقة في تحريج مستدام بحيث نضمن الري والحماية والمتابعة وحتى التسميد. وبدأنا بسلسلتين في التحريج، لدينا في المناطق الشمال عمان بآلية الشرنقة واستوردنا حوالي 100,000 شرنقة، وإن شاء الله بدأنا بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإنشاء مصنع للشرنقة، ومطلوب منه تصدير الخارج وبرضه لتشغيل الأردنيين، ومولنا بالتعاون مع البوتاس لمصنع تشغيل الشرنقة، إن شاء الله العام القادم سيعمل هذا المصنع. وأيضا في المناطق الأخرى كالمناطق الجنوبية نستفيد من الحفائر والسدود، نستفيد من المياه الغير صالحة للشرب. فبنحكي مثلا في المناطق الشمالية عندنا حوالي 2000 دون في الكورة الآن تم زراعتهم بالشرنقة، حوالي 60,000 شجرة من صنف معين اللي هو الخروب، حتى يكون في جدوى اقتصادية مستقبلا مع الجمعيات. يعني بدنا التحريج المستدام وأيضا المبني على شراكة مع المجتمع حتى يكون في أثر اقتصادي له. في جرش 1000 دون، في عجلون، في عندنا في البلعمة، في مختلف المناطق التي يوجد فيها فرص للتحريج لدينا حوالي 1,000,000 شتلي سنويا سيتم زراعتها بشكل مستدام. في المناطق الجنوبية مثلا عندنا الآن 2,200 دنم في منطقة القطراني، وهذه بدأنا بالزراعة فيها، زرعنا حوالي 240,000 شتلة لغاية اليوم، سنستكمل 200,000 شتلة، إضافة إلى إنشاء بعض المرافق لأنه في هناك مي غير مستغلة من الشركة الوطنية استفدنا منها حوالي 800 مكعب يوميا. سيتم إنشاء مشغل للصوف وهو إشكالية كبيرة تعاني منها مربي المواشي، أيضا مشتل صحراوي في المنطقة. وإن شاء الله سنعمل بداية في القطراني والأبيض على إنشاء عناقيد زراعية في المحافظات من شأنها تنتج أصناف مختلفة وقابلة للتسويق وايضا تشغل الاردنيين. مثلا احنا عندنا في الابيض الان ان شاء الله استملكنا 3000 دنم على حفيره الفوسفات غير مستغله لانشاء لزراعه الاعلاف او الشعير او القمح ان شاء الله، وبدانا بالحراثه منذ الاسبوع الماضي بالتعاون مع مزارع الحق وهم يعني شركائنا اساسيين. ان شاء الله عندنا في القطراني سيكون لدينا 200 بيت بلاستيكي ازهار قطف، وبحيث تشغل 200 شاب وفتاه ايضا في القطراني. عندنا في الطفيل اليوم عندنا محطة صرف صحي مثلا فيها 5,000 متر مكعب يوميا تخرج المياه، سيتم إنشاء أيضا مزرعة لأزهار القطف من 200-300 بيت بلاستيكي أيضا، حتى نستطيع أنه إحنا نستفيد من هذه المياه وأيضا نشغل الأردنيين ونصدر إلى الخارج، لأنه السوق العالمي ما عنده إشكالية في القضية هاي تحديدا اللي هي الأزهار القطف. بالمجمل احنا حقيقة العام القادم العناقيد الزراعية هذه مهمة جدا، في كل لواء سيكون لدينا عقود زراعي. التكنولوجيا الزراعية الحديثة يجب ان نوظفها حتى تكون منارات زراعية في كافة محافظات المملكة. بلا ادنى شك انه احنا العام الماضي كان المركز الوطني للبحوث الزراعية ايضا نقلة نوعية، سواء في مركز لمعتمد للبذور، ونحن الدولة الاولى في انتاج البذور، يعني عم نحكي عن دولة من الافقر مائيا لكن لديها انجازات عظيمة في مجال الزراعة. نحن انتاجنا يصل لحوالي 90 دولة وما يزيد عن 90 دولة، في استخدام المياه المدورة في لزراعات مقيدة في الاعلاف 93%، نحن الأول عربيا إنتاج بذور، الأول عربيا الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، نحن من الدول الأولى المرات المتقدمة في العالم العربي ونصدر إلى عشرات الدول، ما يزيد عن 60 دولة صادراتنا من منتجات الإنتاج الزراعي. هذا مؤشر على أنه هناك قطاع حقيقة حيوي مهم وفاعل في الاقتصاد الأردني.
بلا أدنى شك أنه إحنا تركيزنا أيضا كان عام 23 وال 24 سيكون على إنشاء جمعيات تعاونية نوعية، وبدأنا بجمعية مثلا اليرموك، جمعيات الناجحة والتي والمحوكمة دعمناها بمئات الآلاف من المبالغ حتى نعزز دورها سواء خرجة اللوزيات أو في شمال عجلون. إن شاء الله العام القادم سيكون جمعية الحمضيات أثر كبير جدا في دعم زراعة الحمضيات في منطقة وادي الأردن. في بعض الجمعيات مرتبطة بالإنتاج النباتي أيضا تم دعمها بمبالغ عشرات الآلاف. كل جمعية ناجحة نوعية حقيقة نهدف إلى دعمها من خلال تعزيز العمل التعاوني المحوكم الذي يخدم القطاع. بالمحصلة حقيقة أنا مقتنع تماما أن القطاع يشهد نهضة في كافة المجالات، الاستثمار الزراعي، البنك البذور الفني، الإرشاد، التمويل، التمويل الرأسمالي، وهذا مهم جدا وحقيقة هذا الرقم غير مسبوق. نحن نتحدث عن ارتفاع تقريبا عن العام يعني مقارنه بالعام الماضي 160% من موازنه العام الماضي راس مالي، يعني زدنا 60% من فقر الراس مالي، هذا في زمن صعب جدا وفي وضع اقتصادي صعب جدا، ومع ذلك ارتفعت موازنه وزاره الزراعه الراس ماليه 60%. هذا مؤشر على اهتمام عالي المستوى ومن كافه المسؤولين بهذا القطاع. امل الحقيقه انه انا اضاءت اضاءات على بعض الانجازات التي تمت في قطاع الزراعه، وان شاء الله متامل انه اذا في بعض الاسئله تضيء على المناطق اللي احنا لم نذكرها. شكرا لك معاليك، شكرا لكم جميعا. شكرا. بعد لسه عندنا الوزاره بعد بخمس دقائق اللي عندك حتى نفتح الباب الاخوان. يعني موضوع الصوف حكيت عنه معالي الوزير، بعرف انه ما فيش ولا مصنع صوف في الاردن، انه اغلب الصوف بروح يعني يهدر. هيك المعلومات البسيطه عندي في موضوع استملاك الاراضي، في اعتداء على الاراضي الحرجيه، ماذا تعملوا من اجل المعتدين على الاحراج والحطب والتحطيب الجائر؟ هل هناك أسئلة مغلقة في موضوع تعداد المواشي والأعلاف؟ وأنت واجهت مواجهات كوزارة كبيرة في موضوع الأعلاف، ما الذي حصل؟ كيف نظم الأمر؟ كيف نظم القطاع؟ هل هناك مناطق مغلقة لا نستطيع أن نتعامل معها في الزراعة فيما يتعلق بهيمنة بعض الناس على بعض القطاعات؟ السداد في الإقراض الزراعي، القروض التي تؤخذ، هل تستهدف الشباب؟ يعني انت بتدعم مزارع تاريخي في المنطقة بس تدعم في قطاع زراعي، في ناس بتخرجوا من كليات الزراعة، ما هو مصيرهم؟ كيف تفكروا أنتم في هذا القطاع من ناحية علمية فيما يتعلق بذات كليات الزراعة والتعامل معها في الجامعة؟ هذول بدنا منك فيه ثمان دقائق بعدين نرجع. شكرا سيدي. احنا عندما نتحدث عن نستطيع أن يقيم مصنع ويشغله، هاي قضية مرتبطة بالتعاون مع القطاع الخاص. الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ليست بالكلام، وإنما بتوفير بنية تحتية، توفير تمويل، أرضية، استدامة من خلال دراسات واضحة جدا. وذلك الحمد لله كل مصانعنا عبارة عن حقيقة خلايا نحل هي لتشغيل الأردنيين، وهناك ضمان للاستدامة من خلال المنتج الأردني. الصوف عندنا إشكالية كبيرة جدا كانت، الآن إحنا تم طرح العطاء بالتعاون مع اليو ان دي بي، وبدأوا في وضع الآليات اعتبارا من اليوم، وإن شاء الله خلال 6 أشهر سينتهي إلى 8 أشهر سينتهي المشغل المرتبط بجمع الصوف وتوظيفه حتى يكون هناك فرصة أيضا للمربي المواشي، وأيضا سيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في قضية الجمع وعن الجمعيات التعاونية وأبناء منطقة القطراني. التحريج قضية مهمة جدا، لم نعد حقيقة نحرج جزافا، إنما نعتمد على التحريج المستدام. التحريج المستدام، الرعاية، المتابعة، الري، حتى التسميد. المنطقة الصحراوي كان هناك كثير تجارب فاشلة للتحريجها لأنه لم يكن هناك إطار مؤسسي معني بهذا الموضوع. الآن عندنا احنا مركز التحريج الصحراوي على موجود على الطريق وكادر متوفر وتخصصه هذا الموضوع حتى نضمن الاستدامة، واعتقد انه في مؤشرات ايجابيه عندنا. يعني اللي بيروح بلاقي على اليمين لانه الجهه الشمال مرتبطه بالنقل الوطني ووقفنا للتحريج فيها. التعديات على الحراج الحمد لله احنا اتبعنا سياسه مختلفه بالتعاون مع المناطق البؤر الساخنه بالتعديات على الحراج، محافظتي جرش وعجلون. احنا الان في تشاركيه مع المجتمع المحلي. المجتمع المحلي اقتنع انه هذه الاحطاب لا تخرج الى الاثرياء في مناطق اخرى، وانما هي حقيقه تعود عليهم مجانا على الاسر الفقيره في المحافظات. هناك شراكه مع جوار الغابه ايضا
آلية عمل واضحة جدا حتى نضمن ما يكون فيها جور على الغابة، وبالتالي انخفضت تعديات الحرائق حوالي 63%، انخفضت التعديات على الأشجار بنسبة حوالي 45%، وهذا مؤشر إيجابي عندنا في هذا المجال، لأنه إحنا أصلا بؤرنا الخضراء منخفضة بالنسبة للمساحة الأردنية، وبالتالي معنيين بالاستدامة. الترقيم عندنا إحنا قد نكون الدولة الوحيدة في العالم اللي تدعم مربي المواشي بالأعلاف، وحقيقة كانت أرقام كبيرة جدا تجاوز 100 مليون دينار العام الماضي أو والذي سبقه. إحنا بنحاول إنه هذا الدعم يوجه لأصحاب الحق، للمزارع الحقيقي. لذلك بدأنا بالترقيم الإلكتروني عبر شرائح إلكترونية، وهذه الشرائح تمنع إعادة عد نفس الأغنام أو الماعز، وبالتالي إن شاء الله سيكون هناك انخفاض بالأرقام اللي إحنا بنشوفها بصراحة وهي غير حقيقية. بالرغم من ذلك الحمد لله إحنا صادراتنا مستمرة، صدرنا العام الماضي حوالي 550 ألف رأس من المواشي، وبذكر هون إنه إحنا الأردن من حيث القيمة تصدير المواشي نأتي الدولي الأفقر مائيا، تأتي بالمرتبة التاسعة عالميا بحيث القيمة، وبالتالي هذا مؤشر على إنجاز حقيقي للدولة الأردنية، والدعم كان له دور كبير جدا في هذا الرقم المحترم اللي إحنا بنصدر حوالي 550 ألف رأس المواشي كقيمة تجي رقم 9 مش ككمية، وهذا مؤشر إيجابي. فبالتالي إحنا مستمرين في دعم المزارع الحقيقي وليس أصحاب الحيازات الوهمية. الإقراض الزراعي يعني في كلام كثير، وإقراض نسبة المتعثرين الذين وصلوا للمحكمة في الإقراض الزراعي 2.4%، وهذا رقم لا يوجد لدى يعني ممكن نصف ما هو لدى البنوك المختلفة. ليش؟ لأنه هاي المؤسسة هدفها حماية القطاع الزراعي وهدفها حماية المزارع، وإحنا توسعنا في هذا المجال الحقيقة. نعم. حتى ما يخلق مشكلة غارمين الزراعة. يعني أنتم تستطيعون أن تمشوا ترفعوا يد المزارع وتمشوا معه ليتقدم. ما هذه مشكلة ممتازة. عندما نتحدث عن 160 مليون في السنتين الماضيات أو سنتين وشوي، 60 مليون دون فائدة، إحنا دخلنا حتى دعم المزارع لمستلزمات الإنتاج قرض بدون فائدة. زراعة سمكي قرض بدون فائدة، الزراعة المميزة زهر قطف قرض بدون فائدة، حاول التنمية الريفية تمكين المرأة، هذا مجال كبير وواسع جدا لخلق فرص عمل في الأطراف والمحافظات برضو قرض بدون فائدة. يعني نحكي عن المبلغ هذا بلا أدنى شك أنه خلق ما لا يقل عن 15 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين، وهذا مهم جدا للقطاع أنه أنت تكون إنتاجي بهذه الطريقة. بلا أدنى شك أنه إحنا في بعض المشاريع توزع على الاستهلاك، لا يعني لا تذهب للإنتاج، ولكن نسبة النجاح عندنا بالمقاييس تبعنا حوالي 62%، وهذا مؤشر إيجابي من خلال المتابعة الحديثة. حقيقة يطول الحديث، أعتقد معاليك أنه الأسئلة تضيع النقاط اللي إحنا يعني تجاوزناها. شكرا. أبدأ مع الحضور شكرا لك على الاطلاع. يعني دائما تعودنا دائما في الشأن الرسمي ان نعتمد حرف س، سنعمل سنقوم س س الى اخره. انا عديت 13 ترم الحمد لله في البرنامج، وهذا يعني اعتقد مع البقيه يعتبر انجاز. اليوم اذا اردنا الحديث عن الخارطه الصناعيه الزراعيه على وجه الخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي صناعيا، اليوم هناك كثير من المناطق في المملكه الاردنيه الهاشميه تنتج زراعيا لكنها فقيره في التصنيع الغذائي، الى اين وصل هذا الامر؟ شكرا. شكرا. سؤال اخر ناخذ كل ثلاث اسئله. حيدر تفضل. اليسار. شكرا. مع هذه البداية يعني يظل أزمة الشمال العربي وتحديدات السبل البحرية في قضية طائر المندب، كيف ينعكس ذلك على الأمن الغذائي الأردني، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الأمن الغذائي الأردني والتحديات التي تواجهنا في هذه القضية في ظل حديث عن ارتفاع هناك نمو في القطاع الزراعي، فما هو السبب في هذا التقدم في القطاع الزراعي بالرغم من الظروف الاقليميه والعالميه الصعبه؟ شكرا. في احصائيه عدد الدول اللي بتصدر لها الشركه الاردنيه الفلسطينيه، وهل سيكون في دول اخرى للتصدير لها من هذه الشركه؟ شكرا. نؤكد على ان الامن الغذائي العربي يعتبر خط احمر، يعتبر ايضا مهدد نتيجه التحديات المناخيه او غير ذلك.
هل يعني هناك تعاون وتنسيق ما بين مصر والأردن في هذا القطاع، وهل يمكن أن نحقق التكامل العربي في ظل هذه التحديات الرقمية والدولية؟ في موضوع ربما تم الإشارة إليه أنه عدم إعادة الحديث عنه، لكن مضطرين أن نسأل عنه في ظل العدوان الإسرائيلي. الموضوعات اللي صراحة مش لين مرسوعة الناس ولا نعيد الدليل. هل سيتم اتخاذ قرار بوقف تصدير الخضار والفواكه إلى كيان الاحتلال أم لا؟ شكرا. عن تحديث القطاع الزراعي دكتور، يعني احنا عم نشوف حتى احنا المواطنين العاديين بنشوف اشكال وانواع من انواع الخضار المحدثه محليا، يعني كثير بنستمتع وتطرب لها الاذن عندما يقال ان هذا المنتج اردني على الرغم من غرابته. ودائما جلاله الملك في كل لقاء يركز على انه نفط الاردن هو الزراعه والسياحه، فاين هو موضوع الاتمته والتكنولوجيا في موضوع الزراعه والتحديث بالمخاطر الزراعية؟ وإحنا هلأ موسم أو دخلنا على موسم الصقيع، مخاسر المزارعين ممكن هذا الشيء تكرر السنوات الماضية، بنحب نعرف أكثر عن نظام التربة. 15 مصنع تم توقيع اتفاقية ستبدأ بالعمل قبل نهاية منتصف العام القادم 24. أملنا العام القادم يكون من 10 إلى 12 مصنع أخرى أيضا، لأنه حتى يكون عندنا توزيع في كافة محافظات المملكة. المناطق النائية لها معاملة مختلفة، ولكن المناطق اللي لديها مدن صناعية احنا بنمول 5 سنوات وامتيازات اللي حكيت فيها. فبالتالي الحقيقة هناك ثورة حقيقية في مجال التصنيع الغذائي غير مسبوقة، وهذا سيؤدي إلى انه المزارع يتدلل مستقبلا، وين تجاري ولا صناعي. لكن بدي احكي كمان انه احنا ما عندنا هالمساحات الكبيرة بحيث انه يكون عندنا تصنيعي، قد يكون عندنا تجاري لكن مش كل الاصناف عندنا تصنيعي، نكون واقعيين ومنطقيين في ذلك. سيدي بلادنا شك انه احنا بنحكي عن باب المندب، هناك تاثر في سلاسل التزويد في العالم كله وارتفاع كلف الشحن. بس بحب اذكر يعني، وهذا كلام بتجاوب على اكثر من سؤال، احنا مرينا في الاردن منذ 100 عام بعشرات الازمات، وازمه ممتده في قطاع الزراعه والامن الغذائي هي التغير المناخي على يعني على مدار 100 عام، تذبذب الهطول المطري والتغيرات واضحه جدا، أزمة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، والحمد لله جاوزناها كاملة. في الأزمة الأخيرة لم ينقص أي صنف في أي قرية في أي دكانة، وكانوا التضخم الأقل عالميا بشهادة البنك الدولي الفاو كل المنظمات المعنية بالغذاء. فبالتالي إحنا هناك أدوار محلية وتناغم بكيف كافة المؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، بنحكي عن الوزارات المعنية، وزارة الصناعة والتجارة اللي هي شركة الأساس النقل، وأيضا مع غرف التجارة وغرف الصناعة لتتجاوز كل العثرات التي تعوق انسياب السلع. الحمد لله الوضع مطمئن، المخزونات كافية للمدد وزيادة عن المدد المطلوبة، وبالتالي إحنا بنعالج أي مستجدات في هذا المجال مباشرة من خلال إجراءات سريعة جدا. التقدم في الزراعة أعتقد أنه إحنا بدأنا نضع بنية تحتية للقطاع الزراعي، العشوائية بدأت تخف، يعني بدنا نعمل على أنه يكون هناك محطات واضحة أو سكة لنحمل القطاع عليها. لكن حقيقة هذا الكلام لم ينتهي في سنتين، يحتاج إلى فترة طويلة، لأنه هذا القطاع للأسف عشوائي أصلا. لذلك أنه أنا أعتقد أنه بدأنا نلمس آثاره من خلال أرقام النمو. العام القادم التصنيع يشتغل والتسويق يكون مزاره أفضل، وإن شاء الله ظروف الإقليمية تكون أفضل، سيكون وضع مختلف، وبالتالي سيكون أثر مختلف تماما له في الاقتصاد الأردني، لأنه بنحكي عن حقيقة خمس الاقتصاد بالمجمل زراعة، شئنا ما بين هذا الواقع من خلال ترابطاته الأمامية والخلفية. بنحاول قدر المستطاع إحنا أنه نعمل على شراكة حقيقية مع أشقائنا سواء في العراق أو في مصر، واعتقد انه هناك توجيهات واضحه لكل مسؤول فينا للتشبيك الايجابي مع اشقائنا في المحيط والجوار. هناك لقاءات مستمره، ومثال على ذلك احنا الاشكاليات اليوم في سلاسل التزويد فورا نتجه لاشقائنا باريات عمل او اريات نقل مختلفه، وهناك ايضا تكامل فطري بانه المحاصيل العز فورا تستورد من الجانب المصري مثلا او من الجانب القريب فورا، هذا اصلا مصلحتنا هيك بتتطلب، وبالتالي هي المسارات ماشي بالتكامل لا إراديا حقيقة، ولكن هناك دعم رسمي للتكامل ولتشبيك إيجابي مع أشقائنا سواء في مصر أو العراق أو كافة الدول الأخرى من خلال لقاءاتنا الدورية مثلا مع العراق وسوريا ولبنان.
وقف التصدير حقيقة عم نحكي إحنا عن دولة لا تستورد ولا تصدر ولا ليس لدينا رخص تصدير، نحن لدينا رخص استيراد حماية للمنتج المحلي، ليس لدينا رخص تصدير، فبالتالي أنا لا أملك هذا الحق قانونيا. تحديث المخاطر هذا قضية، هي قضية مهمة جدا. إحنا حقيقة لا نمنح رخص تصدير، لا نملك المنح رخص تصدير قانونيا، وفي حال إنه إحنا منعنا قد ترفع قضايا علينا وعلى الحكومة. اللي بيحكي فيه هل تستطيع الوزارة أن تمنع؟ لا تستطيع سيدي، هذا 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 غير مرتبط، هذا غير مرتبط بعمل حكومي، هذا قطاع خاص. نحن ليس لدينا رخص تصدير، لدينا رخص استيراد، الموافقات استيراد من عندنا. الجانب الآخر اللي بنحكي فيه إنه المخاطر الزراعية، حقيقة المخاطر الزراعية هي من نواتج التغيرات المناخية، وهذا واضح جدا على سواء الصقيع، الفيضانات، يعني وأكثر تضرر وتعرض إليها اللي هو المزارع الأردني. حاولنا تفعيل صندوق المخاطر والحمد لله جزء يعني 17 فعلنا، وهذا العام الماضي فعلنا وعوضنا المزارعين. الآن إحنا شغالين على حقيقة أدوات علمية للحد من آثار هذه المخاطر بالتعاون مع صندوق، مع صندوق المخاطر ومع المركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى أن لدينا قانون خاص إن شاء الله مرتبط بإنشاء بوليصة تأمين، هذه من شأنها أن تعمل على تنظيم القطاع الزراعي والحد من آثار هذه المخاطر. طيب، مهم جدا إنه 2% ما قدروا يسدوا بالقطاع الزراعي. وأنا في الإعلام البنوك برغم كل ما تفعله من تحوطات مالية عن المقترضين منها، لأنه بصير عندها نسبة إعصار ونسبة عدم سداد، وبنشوف الإعلانات الموجودة دائما. لما بكون صندوق زي هذا رقم 160 مليون ونسبة عدم السداد 2%، هذا نجاح بعتقد إنه مهم في صندوق الرام الزراعي. هناك ناس في الخلف كان بيسأل بالخلف الخلف ما بعد قلنا لك شركة الأردنية الفلسطينية سيدي، هاي إطار حاولنا حقيقة مع القطاع الخاص، لكن صعب نجتمع القطاع الخاص على إطار مؤسسة التسويق، لذلك أنشأنا بالشراكة مع السلطة الفلسطينية شركة تسويق، وهي دعم للمزارع الأردني والفلسطيني. هاي الشركة العام السنة الماضية استعادت حوالي 16 سوق أوروبي تعثر فيها التصدير نتيجة الظروف الإقليمية، صدرنا 2000 طن. هذا العام إن شاء الله عام اللي هو موسم 23-24 حوالي 10,000 طن بإقلال زراعة تعاقدية مع المزارع. آمل العام القادم أن نتوسع إلى أن نصل حقيقة لا يقل عن 30,000 طن، وسيكون لها دور كبير جدا من خلال زراعات تعاقدية تدعم المزارع بشكل واضح جدا. أيضا حيدر العبادي ما جاوبنا السؤال باب المنزل. لا حكيت. طيب إحنا هون ما راح نرجع، المنطقة اللي بنغادرها ما نرجع لهاش. شوف اللي ورا ورا أنت. أقصى اليمين بعدين ورا. يلا تفضل تحملنا شوي، نأخذ من عن يمين بعدين نرجع. الشجرة ايش تقول يعني الثلج؟ ما في تقليم صح، لو في تقليم للشجرة بظل الشجرة ثابتة، يعني ما في اهتمام للأمانة. زمان كانوا ياخذوا الطلاب بالمدارس والجامعات بالضبط بالحملة هاي، هذا بضر في يعني بضر في انتاجه بضر في. السؤال الاول معليك، يعني اعتقد هو باختصاص يمكن البلديات واماله عمان، لكن اكيد يمكن في دور وزاره الزراعه في دعم، خلينا نحكي موضوع تجميل المناطق او زياده المساحات الخضراء في مداخل العاصمه في المناطق السياحيه، لانه له اثر كبير في طبعا تشجيع السياحه ودعمها. السؤال الثاني باختصاص وزارة الزراعة أعتقد أيضاً، اللي هو موضوع الزراعة السمكية أو تربية الأسماك. ونعرف أن المجتمع الأردني يمكن لو عملنا اتصال إلى الناس نلاقي عنده نقص كبير في الجود وفي الفسفور، وأهمية هذا المنتج الغذائي للصحة والسلام العامة. دعم الوزارة في موضوع الزراعة السمكية ويحل الشريعة، وشكراً. ما هي أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الزراعة؟ من تعهير الدولة الأردنية، وأنت معالي كنت استحوا عدمكم فعلا استحوا عدمكم، شكرا لكم. لا لا، الجملة اللي حكيتنا مرفوضة رفضا باتا. أي جملة اللي قلتها اللي صح.
ضيف الأردن محترم، موقف قيادته محترم، موقف شعبه محترم، موقف ناسه محترم، والسؤال يجب أن يكون محترم. لا لا سؤالي محترم، أنا سؤالي هل يوجد قرار سياسي، هل يستطيع الحكومة أن توجد قرار سياسي في منع التصدير حتى يتوافق القرار كامل مع التوجهات؟ حاضر، هذا منطق يعني مهم نخضع له تحت باب حرية الرد على السؤال، وشكرا لك. أول شيء معاليك، يعني احنا ما في حدا بيقدر يزاود على موقف الدولة الأردنية وموقف جلالة سيدنا. بالبداية لما بدي أحكي عن القطاع الزراعي، للأمانة شهد نهضة واسعة بدعم جلالة سيدنا وتوجيهاته الملكية لخطة الزراعة المستدامة الوطنية. أنا سؤالي بما يخص المخاطر والتنبؤ بالمخاطر الزراعية، يعني جلالة سيدنا بين كل فترة والثانية بيعقد لقاء مع وزير الزراعة وبتابع شو الإنجازات اللي أنجزتها الوزارة بخطة التنمية والتغير المناخي. أيضا دائما جلالة سيدنا بيحكي فيه بالمحافل الدولية. اليوم عندنا المزارعين أكثر يعني قطاع تأثر من التغيرات المناخية هو كان القطاع الزراعي. كان في خطوة كثير مهمة هي إنه صندوق المخاطر الزراعية، لكن معاليك أنا اللي بدي أسأله، معظم المزارعين كان في عندهم تحفظات على هذا القانون، يعني القانون عوضهم، لكن كان في ما بين تفاصيل القانون تشريعات ومحددات إنها ما بتعوض كل المزارعين وما بتعوض كل مخاسرهم. يعني لما بنقرأ العنوان الرئيس تحكي إنه في تعويضات، لكن لما بندخل بتفاصيل القانون كانوا المزارعين معترضين شوي. اللجنة النيابية الزراعية بمجلس النواب كانت معترضة، أنت بتحكي لك يا ريت يتوسع أكثر، يعطي أكثر في ظل تداعيات التغير المناخي من جفاف من صقيع، أيضا من أمراض أصابت بعض الحيوانات. وشكرا لكم على الاتصال على هذا يعني تدقيق المعلومات اللي نحن نحتاجه في هذا الطب. وبداية أحب أن يعني أنشيد بجهود جلالة الملك في وقف العدوان والجهود اللي تحت تداعياته، لأن هذا يجب أن نركز عليه في الإعلام اللي هو يقود جلالة الملك ورفض القطاعات الكافة سواء الزراعية أو الصناعية. جلالة الملك هو الذي يقود هذه المسألة. أنا يعني أحب أن أشيد كمان معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات وشهادتي في مجروحة، هذا الذي نقل الوزارة إلى نقلة نوعية باتجاه العمل الصحيح للطريق الصحيح. بس أنا حاب أسأل معالي يعني هل لديكم خطط يعني أنتم كوزارة مع بالتعاون مع الوزارة الباقية وقف الزحف العماني باتجاه الأراضي الزراعية الخصبة التي يعني الآن برغم ما يتحدثون به ورغم القوانين ورغم كل شيء، لكن الزحف العماني ما يزال مستمرا خاصة الأراضي الزراعية الخصبة. الموضوع الآخر سيد العزيز، هل تعتقد معاليك أن هناك فرص طائعة لدى الوزارة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل؟ شكرا معك. هذا إنجاز. عندما نتحدث عن إنتاج مصر لما يزيد عن 90 دولة، ننتج في حوالي 500 مليون متر مكعب حوالي 2.5 مليون طن، هذا إنجاز. بننتج حوالي 61% مما نستهلك، هذا إنجاز حقيقي للدولة. لما أقول الدولة المزارع أولا ثم القطاع العام، نحكي بصراحة هون في تكنولوجيا، لولا تكنولوجيا لذلك لما نحكي عن تكنولوجيا نحكي عن حقيقة دعم أول شيء تأهيل وتدريب وتمكين، تسهيلات لدخول التكنولوجيا من خلال آليات الضريبية وغيرها. ثلاثة اللي هو التمويل مهم جدا حتى ندعم المزارع، وذلك احنا كان حجم القروض عندنا بحكي عن 60 مليون دينار بدون فوائد، اللي أعطينا القروض بدون فوائد وأيضا في بعضها منح، فهذا مهم جدا. التكنولوجيا مهمة جدا في هذا المجال. الأشجار الزينة أخواني هاي قضية مرتبطة بالبلديات وأمانة عمان، يعني ما إلنا عليها بصراحة، لكن عند التحريج أوكي شغلنا هذا وإحنا مهتمين فيه. وبلادنا شك هناك جرائم ترتكب لكنها انخفضت الحمد لله، وانخفضت بفعل التعاون مع الناس أولا المجتمع،
وبتمنى كمان في كل منطقه يكون احنا متعاونين حتى انه حقيقه نخل... لانه الامر معروف انه يعني المنكر هذا واجبنا كلنا. انقضت التعديات سواء الحرائق او التعديات الجائره على الاشجار بنسبه كبيره جدا، وعلاوه على ذلك في تشجير يعني مستمر. بعض المناطق اللي تعرضت للضرر احنا مستعدين ان شاء الله يعني، وممكن نستفيد منك وين في مناطق ابدا جاهزين لتشجيرها. حياك الله. المنتج الوطني احنا على فكره في عده مسارات لما نحكي عن الحمايه، انا بدي اسعى الى ان يكون عندي اكتفاء ذاتي بكل المحاصيل، لكن في محدوديه الموارد اللي بقول لك شو التحديات اللي بتواجه الزراعه. التحديات اللي هي المياه، اهم شيء المياه. احنا لو عندنا مياه كافيه احنا بنقدر نصدر قمح كمان مثلا. احنا تحدي المياه وتحدي اخر الظروف الاقليميه اللي في ازمه دائمه على مدار عشرات السنين، وازمه كل كم سنه في ازمه. عندنا مشكله في التسويق كمان، يعني احنا المنافذ البريه مش شغاله صح، ولا كان احنا كان حقيقه القطاع الزراعي ما بضر الضرر الكبير الاول الان. فبالتالي احنا ازمه المياه وازمه السوق، لذلك احنا بنعمل على الحمايه. حمايه اول شيء بنخفف الاستيراد للمنتج الذي يقترب من الاكتفاء الذاتي، نعطي قروض بدون فائده للمزارعين، تدريبات، تاهيل، نوجههم. فهي مهمه جدا، لولا الحمايه ما عندنا اكتفاء ذاتي الان. وصلنا 60% في دوله فقيره لديها 60% اكتفاء ذاتي من المواد الغذائيه، هذا مؤشر ايجابي. الوقف الزح بنك البذور نسبه الانجاز تقريبا 30%. احنا بالتعاون مع الجامعه الهاشميه مشكوره، المركز الوطني للبحوث الزراعيه، وزاره الزراعه، الحمد لله نسبه 30% هذا له دور كبير جدا في تاصيل بذورنا وحمايه الجينات النباتيه تبعنا والحيوانيه. بلا ادنى شك احنا بنحاول نزيد المساحات الخضراء وين ما كان في فرصه الاستدامه، بعيد عن التنظير والاستعراض وزراعة الشجره وظلك ماشي اي منشط لها. فبالتالي احنا بنحاول قدر المستطاع وين في فرصه. لذلك مثلا عندنا الان السرحان والحماد بدات شركتين ان شاء الله حول 36,000 درهم استثمار زراعي في منتجات مقيده ما تنافس المزارع برضه وتضر بسوقه. التحريج مستمر، ووين في فرصه حقيقه احنا عبر الحفائر اللي انشاناها كمان، يعني في بعض الحفائر لليوم من الموسم الماضي بيسقوا مواشيهم وبزرعوا وزراعه سمكه فيها، وايضا غيرت مسارات حتى الطيور المهاجره الحمد لله، لانه كان لها دور كبير جدا. اللي بنحكي فيه في قضايا كررت الزراعة السمكي من من احنا ندعمه في ثلاث مسارات. المسار الاول انه احنا بنعطي قروض بدون فائده او لغايه 20,000 دينار او قرض لغايه نصف مليون دينار بفائده مخفضه للشركات اللي بتعمل في الزراعه السمكي، لان عندنا حجز كبير جدا حوالي 95% مستورد من الخارج. اثنين عندنا التسويق، واتفقنا مع عمال عمان لانشاء بورصه للاسماك في السوق، وان شاء الله سيتم طرح عطاء للانشاء قريب. ثلاثي انشأنا ايضا مصنع للتفريز الاسماك في منطقه بتعاون مع نقابه المهندسين الزراعيين، ايضا خدمه للمهندسين الزراعيين في محافظه اربد، وان شاء الله سيبدا قريبا ودعم من وزاره الزراعه، وهذا من شانه ان يخفف من المستورد ودعم للمزارع. بلا ادنى شك يعني في كثير اسئله بشوف فيها تكرار، لكن اللي بنحكي احنا انه هذا قطاع مهم وحيوي في تحديات كثيره مرتبطه بالتغيرات المناخيه والظروف الاقليميه، وانعكست على المياه وعلى الحركه البريه اللي هي انت بتنقل مياه، مش معقول انقلها باخره. فبالتالي لكن في انجازات، يعني بنحكي عن قطاع التمور مثلا وين وصلنا، الاكتفاء الذاتي من مختلف الاصناف رفعنا النسبه يعني من بعضها شهر شهرين صارت الان 10 شهور، يعني قربنا نكتفي اللحوم الدواجن. اللحوم كان لنا 28%، الان وصلنا حوالي زدنا على 40% اكتفاء، الدواجن حوالي 85%. هذه مؤشر على ان هناك جهد حقيقه غير مسبوق في قطاع الزراعه يقود المزارع وليس وزاره الزراعه، لكن وزاره الزراعه وظيفتها ترعى هذا الجهد وتحميه وتنظمه وتهيئ له البيئه المناسبه. واعتقد انه عام 24 سيكون ان شاء الله نقله نوعيه اخرى من خلال التمويل المناسب اللي يخدم القطاع الزراعي. شكرا لكم والسلام عليكم. على الاردن وشعبه بالصحه والعافيه، اشكركم على هذه الدعوه الكريمه من ابناء الوطن المفلسين وغيورين على الاردن وشعبه مواطنين باهميه الامن الغذائي واثاره على العالم لاسف استعلام ما استخدم الغذاء كاداه من ادوات الحرب ورقه ضغط قويه على حريه وامن العالم، وما كانت توجيهات مولانا صاحب الجلاله بانشاء مجلس الامن الغذائي والذي يرأسه معالي الاخ العام الارحب ابن المندان، واقول هنيئا للمجلس الكريم بمعالمكم.
أصحاب المعالي هذا طبعاً فيها شوية تفوق غالباً. أصحاب المعالي المحترمين كان دوماً نريد أننا نريد من يتولى المسؤولية هم من أبناء الحضراتين والعسكر وأبناء الوطن والمرين، فهم خير من يعلم بمجال الناس، وأنتم من أبناء الحضراتين والعسكر وأنتم خير من أبدع. سأتحدث بداية عن معالي الأخ أبهما وهو الفلاح أبدع في كل موطن كان فيه، شهدنا تطوراً في القطاع الزراعي ونخلة نوعية في الإنتاج والتصدير، وأقول جزاكم الله عنا كل خير. أما معالي الأخ مهندس فكان لا زال الصوت الذي أفضل النور على شعبه ووطنه في كافة المجالات، وكان يسجد صوته في كل مكان لخدمة الأمن والشعب الأردني، وهو صريحا فأنت مصدر فخر وعز لإخوانك، والذي أتشرف أن أقول أصحاب المعالي لم يكن لي أن أتوجه إلى دولة رئيس الوزراء على حرصه الدائم والدؤوب على القطاع الزراعي، فما وجود معالي الأخ خادم الحيادات وزير الزراعة إلا دليلا مؤكدا على وطنية الصادقة. وأنني أتمنى منكم أن تمكن بجهاز القطاع الزراعي لدولته في العام الجديد، وكذلك معالي الأخ الخالي الحديث الدكتور محمد وزوجته في وزارته من الأهمية إلا دليل آخر على خير ما استجدت القوي الأمين. إعادة النظر في بعض التشريعات لوزارة العمل، إعطاء إعادة النظر في سوق العمال الوافية، استخدام لمن يستحق العمل على إلغاء قرار شؤون العمال الزراعية والضمان الاجتماعي. إعادة النظر بالآثار المخالفة والاستدامة من زراعة القمح والشعير، دراسة متكاملة لوضع السوق في حال تحديد السوق السعرية. سادسا إعادة النظر بأكمال الكهرباء وتقسيط المساحات على المجاورين. سابعا دعم وتبني مطالب الاتحاد بتعديل قانون الاتحاد العام للمجاورين الأردنيين. ثامنا قانون الاتحاد العام للمجاورين الأردنيين الأوضاع الأخيرة سواء التغيرات المناخية أو الأحداث الروسية والأوكرانية، تطلبنا إعادة النظر بجميع التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي والأولوية تكون بقانون الاتحاد. تاسعا اعفاء المزارعين من فوائد القيمه الماليه والراسماليه من سوق بلاد الاردن، كانت تحرير تاريخ واستكانت افراد معنيه عن المزارعين، هل تسمح الاخ وقرنا منه معالي وزير المياه باعفاء المزارعين من فوائد القيمه الماليه والراسماليه للمزارعين في كافه الاحياء. تمام. عاشرا حظر اثار توازيه على حساب سوق بلاد الاردن وتغذيه الخطوط الرائقه. فاتوره الطاقه طيب. لا بدك تجيها؟ اه طبعا. مهمه تفضل. ثالث عشر دراسة ومتكامل لدروع السوق لحالة تحديث الصفوف السعرية، تنباع البندورة ضمن الزمانات، تنباع البندورة في المدار العلني، ما كانت تنباع بالطريقة هذه شيء إيجابي شيء إيجابي، لا تنباع دراسة ثمن كل سلعة وعطاها حقها في البيع. جميل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عدنان فدان رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن. بداية معاليكم يعني بصراحة أنا لأول مرة اليوم عمري 52-53 سنة إنه يكون في مصارحة وفي شفافية وزارة الاتصال الحكومي ووزارة الزراعة بهذه الشفافية للقاء مع الإعلاميين ومع القطاع الزراعي. هذا يجب أن أختمم هذه الفرصة، وباختصار معي أشكرك وأشكر الحكومة الأردنية على هذا اللقاء. يقول المكان الضيق يأخذ 100 محل، إن شاء الله هذه خطوة أولى معالي. الخطوات القادمة أتمنى أن نكون نلتقي بمؤتمر وطني لرعاية جلالة الملك للقطاع الزراعي، اللي هو القطاع الأول
بالاردن وقطاع الانتاج الاول بالاردن. اليوم الحمد لله هاي وزيرنا بيحكي انه بلدنا بلد زراعي، ما في عندنا غير هيك، والدليل على ذلك توجيهات جلاله الملك والسؤال من اخونا الصحفي المصري اللي يتحدث عن مركز غذاء عالمي يتحدث عن جلاله الملك. اليوم احنا بدنا نستغل هذا الظرف، معالي نستغل هذا الظرف كقطاع زراعي كقطاعات بالاردن انه ننفذ توجيهات جلاله الملك لان تكون الاردن مركز غذاء عالمي. معليك اختصر اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، القطاع المهم. قبل ما نحكي عن التحديات ارجو من اخواننا الاعلاميين اللي هم انتم ابنائنا، اليوم في هجمه شرسه على القطاع الزراعي لمصدرين وتجار ومزارعين. الهجمه هذه الهجمه الشرسه نتعرض لها كل عام، بحيث انه نتعرض لمنتجاتنا. السنه الماضيه تعرضنا للحمضيات، السنة اللي سبقتها تعرضت لخيار، ويحكوا انه حتى خيار تصور معاليك انه اذا قطفناه ونحطه بالثلاجة تصير 4 متر. اليوم الافرق اذا بتقطعه من ايدك بطول؟ اكيد لا. ويحكوا انه عن الهرمونات. اليوم موضوع الصادرات يا اخوان للكيان الاسرائيلي، انا بحكي اقول انه ما في صادرات، اقول انه في صادرات، لكن هذه تجاوزات فردية، سواء كانت من مزارع مريض نفسه مريضة، من تاجر ومصدر كما تحدث اخونا معالي ابو عمر. اليوم هذه الصادرات اللي نتحدث عنها قديش كمياتها، لكن هناك في ضغط علينا من زملائنا من اخواننا بفلسطين انه يا عمي ابعثوا لنا خضره حتى لو استفاد من الجانب الاخر، برضو بالمقابل احنا مش ما في عندنا خضره لانه السنه ما اشتغلنا وما زرعنا. اليوم احنا الاردنيين بصراحه بموقف، سواء كان دوله ولا حكومه ولا شعب ولا قطاع زراعي، بموقف لا نحسد عليه. فاهم علي؟ هذه رسالة للجميع. ما فينا، أنا لست مدافعا، ما فينا قطاع بالأردن ولا في أردني يحب أن يكون يقدم أي شيء للكيان الصهيوني، لكن هذه التجاوزات الفردية يجب أن لا نظلم فيها سواء دولة أو. هذه مهمة جدا، أرجو من الإعلاميين من اليوم يجب أن يعرف الشعب الأردني أنه قديش كلفة كيلو الخضار على المزارع الأردني. وتحدثت، اهتميت بسؤال حضرتك معالي، انك تحدثت انه قضيه السداد مؤسسه الاقراض الزراعي، لكن انا اسال معاليك، وهذا السؤال موجه للحكومه الاردنيه، مقابل كل هذه الخسائر والتحديات اللي يواجهها مزارعنا ما بدنا نقول لا، رغم انه وهذه الانجازات، اتمنى انه قديش الخسائر المتراكمه على مزارعنا قبل ما نسال على موضوع السداد. فأحييك وأحيي معالي وزير الزراعة، كل الشكر إلى كل الإعلاميين بالأردن. سعد أبو حماد، نقيب تجار ومصدرين خضار وفواكه. إحنا بدنا نحكي في الموضوع نفسه، موضوع الصادرات إلى الكيان الصهيوني. يا إخوان، إحنا كنقابة موقفنا معلن، إحنا ضد الصادرات وضد أي تبادل تجاري مع العدو الصهيوني. يعني من 2017 لغاية اليوم ما في استيراد أي كيلو من الخضار والفواكه من قبل الجانب الآخر. النقطة بالنسبة للصادرات، بجوز يعني إحنا نتعرض لموقف لا نحسد عليه، في ضغط شعبي. إحنا كموضوع الصادرات مرفوض جملة وتفصيلا، وكموقفنا من العدوان على أهلنا في غزة معلن، إحنا داعمين ونقف جنبا إلى جنب مع أهلنا في غزة. لكن للأسف الشديد في تعميم وفي إساءة. إحنا كنقابة معلنين إنه هذا الأمر مرفوض. زائد إحنا أخوان نقابة أصحاب عمل، ليس كل من يمارس المهنة له الخير إنه ملزم إنه ينتسب لنقابة. وبالتالي ليس لنا قيود في موضوع الصادرات. تحدث مع الوزير، احنا بنصدر بدون اذا بنصدر التصدير مش بحاجه لاي تصريح او من قبل الجهات الرسميه. وبالتالي خلينا نكمل، معلش النقطه صار انه احنا الموضوع عدد المصدرين، وانا مسؤول عن كلامي، لا يتجاوز 4 مصدرين، منهم مصدر اردني وللاسف
احنا بندين هذا بغض النظر، احنا بدون لانه ما بدناش نقع بما وقع فيه من اخطاء بعض الاسماء ثلاثه. لا لا لا، ما احنا ما بنذكرش الاسماء، وطلع على الاعلام واعتذر ووقف. الثلاثه مش اردنيين، وبالتالي هلا احنا بجوز في اخطاء في التعليمات، انه كل واحد بيجي بيفتح مؤسسه وبيشتغل، هاي مش مشكلتنا كقطاع خاص. النقطة الثانية اللي احنا بنحكي فيها اللي هو اصبح معاليم اغتيال الشخصيات وارد، يعني احنا صرنا نشوف على مواقع اخبارية اسماء اقسم بالله ما لها علاقة في التصدير. فبالتالي اخواني احنا اي شخص بنعرف بجوز التاجر بنعرف صار يتعاطي ضغط لضغوطات وتهديدات، وبالتالي هذا خطير على صحته. احنا بنطلب من الجميع انه يتحرى الدقة في حالة نشر اي اسم حفاظا على ارواح هاي الناس، في ناس بريئة تتعرض للإسلام. شكرا. منتجات يعني فيها يعني دراسات التنبؤية بتشير انه قد يكون هناك مشاكل على مخزوننا من الامن الغذائي. هاي السلع الاساسيه اللي احنا بنتصرف بها. لما يكون عندي انا فائض بالمنتج من الخضار، اذا بدي امنع تصدير الخضار بدي امنعه بالكامل، واذا منعته بالكامل انا لا سمح الله اضرب القطاع. يعني احنا عندنا دول اخرى مستورده لخضارنا، فاحنا بدنا نمنع منع كامل. في قبل فتره منعنا تصدير الزيتون مثلا، منعناه بالكامل. لكن انا في سلع اساسيه هاي مرتبطه بقرار من كل الوزارات، من مجلس الامن الغذائي كان في هناك تنسيب لمعالي وزير الصناعه والتجاره، وهناك شكوك انه قد تكون سلاسل التزويد تعرض لاشكاليات فمنعنا تصديرها. هذه ببساطه. لكن المنتج المحلي، انا منتج محلي، انا بصدر لكل الدول، لكل الدول المجاوره، ما بقدر انا امنعه بحيث اني اضر بالقطاع الزراعي. شكرا. شكرا. الاردن ودعوه، الاردن لم يقصر ابدا في شيء، ولا يسمح لاحد ان يقدم لنا دروس في الوطن. احنا الله يرضى عليك اذا سمحت، احنا بكل هدوء بنقول هذه المنصه موجوده لكم الاعلاميين، حافظوا عليها، نسأل ونجيبكم. وبعدين يعني الكلام يعاد مرتين وثلاثة وأربعة على مجتمع أمي، إحنا مجتمع محترم وبفهم. الوزير أجاب أكثر مرة، إحنا أجبنا وكل الشكر لكم. يا أخي أنا ما بدي، يا أستاذ عم تشتري كيلو خيار صار دينار. مين قال لك إنه كيلو خيار دينار؟ معلش اسمح لي اسمح لي، امبارح حصل سألني إياه مندوب إحدى الوكلاء، قال لي كيلو بندورة بدينار ونص، شو السهل؟ روح على بورسعيد اتصل. اشتروا أنتم، إذا أنتم بتشتروا من حدائق أخرى، يعني احنا بنعرف بلدنا وبنعرف منين نشتري، وانت بتعرفنا كمان. لا اذا بتشتري كيلو خيار دينار معناته وضعك ممتاز. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يعطيك العافيه.